مساء الخير على كل اخوات المتابعين لقناة كوبت الكوجي. الحقيقة الفيديو ده ملهوش علاقة بموضوع القناة، ولكن بعد انتشار موضوع سرقة الواي فاي والنت المنزلي حبيت ان انا اشارك معكم الفيديو ده علشان خاطر تستفيد منه. بعد النظام الجديد لشركة وي اضطريت ان انا اغير الراوتر على الراوتر الجديد اللي نزلته الشركة وعلى النظام الجديد اللي هو نظام سوبر. هنشوف مع بعض دلوقتي، هنفتح الراوتر ونوصله، وبعدين هندخل على اعدادات الراوتر نفسه على جهاز الكمبيوتر، هنخفي الشبكة وازاي نقدر نشغلها عندنا في البيت من غير ما حد يقدر يسرقها. في البداية دي علبة الراوتر، هتلاقوا الراوتر بالشكل ده، عبارة عن جزئين، الجزء اللي فيه جسم الراوتر والقاعدة بتاعته. هنركب القاعدة، وبعدين كل اللي هنحتاجه من هنا الشاحن عشان نوصله بالكهرباء، وبعدين الكابل اللي هنوصل بيه الراوتر بخط التليفون الأرضي. تعالوا نوصل مع بعض الراوتر ونشوف هيكون شكله عامل ازاي، وبعدين ندخل على اعدادات الكمبيوتر. انا كده وصلت الراوتر، زي ما قلت لكم ده الشاحن، ده الكابل اللي وصلناه بخط النت الأرضي او بخط التليفون الأرضي، وبعدين ده الراوتر نفسه. لازم نتأكد ان احنا عندنا اللمبات دي شغالة، اول لمبه اللي هي لمبه الباور، وبعدين لمبه الدي اس ال والانترنت، يعني الارض شغال والنت شغال، وبعدين لمبه الواي فاي دي بنشغلها من الجنب. من هنا عندنا في الجنب زرار الباور وزرار اللان وزران الوي بي اس. لازم ناخد بالنا ان ورا كل واي فاي في باسورد، الباسورد ده اللي هندخل بيه على الصفحه ان احنا نعمل اخفاء لاعدادات الواي فاي. تعالوا ندخل على جهاز الكمبيوتر ونشوف مع بعض ازاي هنقدر نخفي اعدادات الواي فاي. انا دلوقتي على جهاز الكمبيوتر. في الاول هندخل نفتح الواي فاي، وبعدين على ظهر الراوتر هتكون في اسم الشبكة، ندوس عليها نعمل كونكت، وكمان نكتب الباسورد اللي مكتوب على ظهر الراوتر. ندوس نيكست. زي ما انتم شايفين معانا ان هو عمل اتصال معانا. هنبدأ ندخل على صفحة الراوتر نفسها من خلال الرقم 192.168.1.1، وبعدين ندوس انتر. هنيجي في اليوزر نيم نكتب كلمة ادمن، ونكتب الباسورد اللي مكتوب برضو على ظهر الراوتر. ونضغط لوجين. هتفتح معانا الصفحة بالشكل ده. في البداية عايزين ندخل نغير اسم الواي فاي والباسورد، هندوس هنا على الصفحة اللي في النص سيت اب لان، وبعدين هنا هيجيب لي اسم الواي فاي والباسورد. ممكن اعمل اظهار واخفاء للباسورد من هنا. ببدأ اكتب هنا اسم الواي فاي، انا هكتبه باسم باتريك، وبعدين هختار الباسورد. كل واحد يكتب باسورد زي ما يريح. بعد ما اكتب الباسورد واتاكد منه، اعمل اظهار واتاكد من الاسم واحفظه كويس، بعمل سيف. هننتظر لحد ما يحفظ. طبعا مش هيكمل معانا لان هو هنا فصل، لان الاسم اتغير، فهندخل نعمل تسجيل تاني من البداية. ادي الاسم عندي اهو الاول، لكن انا سميتها الشبكه باسم باتريك. بضغط عليه وبعمل كونكت، واكتب الباسورد التاني اللي انا لسه كاتبه. وندوس نيكست. كده عمل اتصال مره تانيه معايا. نعمل ريفرش للصفحه ونكتب برضو كلمه ادمن، ونكتب الباسورد اللي هو في ظهر الراوتر. بعد ما غيرنا اسم الباسورد هندخل نخفي الشبكة دي، بحيث ان محدش يقدر يدخل على الشبكة دي الا اللي عارف بس الاسم والباسورد. هندخل على الهوم نتورك، هنلاقي ان ده الجهاز بتاع المتصل. لو عندك اكتر من جهاز متصل تقدر ان انت تعمل له حذف من هنا، يعني لو حد سارق من عندك الواي فاي هيظهر عندك في الصفحة دي.
تقدر تحذفه من هنا وانت بتغير الاعدادات دي. من الصفحه دي هندخل على الواي لان سيتنج اللي هي الواي فاي لان سيتنج، ونختار اللان ده، وبعدين هنا هتجيلي الاعدادات كلها بتاع الراوتر. هنا الاسم، هنا بيديني عدد اللي يقدروا يستخدموا الواي فاي بتاعي، عدد 32. انت تقدر تغيرهم براحتك، تكتب 1 أو 2 أو 5 أو 10، ان انت تقدر تحدد عدد اللي يستخدموا الواي فاي بتاعك. هنا ده الباسورد اللي احنا غيرناه اللي هو بتاع اسم الشبكة نفسها، تقدر هنا تعمل له عملية اظهار تشوفه يعني علشان تتأكد منه، لكن ضروري محدش يعرف الباسورد ده الا بس اللي هيستخدموا الشبكة. ولو انت حابب ان انت حد يستخدم الشبكة عندك، انت اللي تفتح له الواي فاي عندك. هننزل تحت على الهايد برودكاست ونعلم العلامة دي، بنقول له اخفي لي اسم الشبكه او اخفي لي الاس اس اي دي بحيث ان هو ما يظهرش لكل حد بيفتح واي فاي، ونعمل سيف من هنا. لاحظوا كده الواي فاي فصل، طبعا مش هيكمل لان هو كده بيعتبر ان هو فصل النت عن جهاز الكمبيوتر، فهنضطر ندخل نسجل تاني تسجيل دخول ولكن بطريقه مختلفه. هنعلم كده على علامه الواي فاي، هنلاقي ان الشبكة بتاعتنا مش ظاهرة. هنيجي على الهيدن نتورك، ندوس عليها ونبدأ نضيف الاسم بتاع الشبكة بتاعتنا. انا مسمي الشبكة بتاعتي باسم باتريك، وادوس نيكست، وبعدين ابدأ اكتب الباسورد. وندوس نيكست ونقول له يس. يجعل دايما الاتصال دايما باستمرار. زي ما انتم شايفين ان هو خرج من الصفحة، وهنبدأ ندخل عليها تاني. نكتب كلمة ادمن والباسورد ده اللي هو على ظهر الراوتر، وندوس لوجن. نروح كده على الهوم نتورك، هنلاقي ان الجهاز بتاعي بس هو اللي متصل. ندخل على اللان سيتنج، نروح نتأكد، هنلاقي ان الهايد برودكاست هيدن مخفي. اما بالنسبة للموبايل، نفس اللي عملناه على الكمبيوتر هنعمله على الموبايل. هنبدأ ندخل على الواي فاي، نشغله الاول وبعدين نفتح. طبعا مش هنلاقي الشبكة بتاعتي ظاهرة هنا، بعمل اضافة شبكة وبعدين بكتب الاسم. وبدوس توصيل. فبيبدأ يعمل كونكت مع الشبكة المخفية. زي ما انتم شايفين ان الشبكة عندي ظهرت، هبدأ ادخل عليها وادخل الباسورد. كده تم التوصيل، وبكده نكون خفينا شبكة الواي فاي بتاعتنا، ومحدش يقدر يدخل عليها إلا بس اللي معاه الاسم ومعاه الباسورد، علشان خاطر كل النهاردة اللي معاه تليفون أندرويد من خلال برامج الروت أصبح اختراق الواي فاي سهل جدا، وأي حد صغير ممكن معاه موبايل أندرويد يقدر يسرق أي شبكة واي فاي من أي مكان. فأنت بالطريقة دي إن أنت تعمل إخفاء لشبكة الواي فاي بتاعتك، بتحافظ على سرعة النت بتاعتك، وبالتالي محدش هيقدر ان هو يسرق منك الواي فاي. اتمنى اني اكون افدتكم بالفيديو ده، حبيت فقط ان انا انقل ليكم تجربتي مع سرقة الواي فاي، وريحت دماغي وعملت الموضوع ده. فانتوا لو حابين تعملوه الموضوع ده هيكون معاكم، هيفرق معاكم كتير جدا جدا عن استخدام النت في الاول. سلام.